مساء الخير. يا أهلين، مساء النور، ما شاء الله طلع حلو كثير. لا 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 خلاص ما في داعي، جهزت حالي مشان نشوف ماما خالدة، وقصدا لبست الفستان أبيض مشان نفسيتها تتحسن، مشان ما يخطر على بالك شيء تاني يعني. بعرف هالشي بعرف، بس قديش صهركن رفيق زلمة بارد، صار له 10 ساعات ولهلأ ما وصلوا. شوي وبيكون هون، اتصلت اطمنت عليهم، بس مبنشر دولاب السيارة معهم وطر سهري يوقف ليغيره، وأول ما كملوا طريقهم السيارة حميت معهم، بس أنت لا تاكلي هم، يعني قد ما تأخروا رح يوصلوا. لكل مرة أصلاً باقي لك كم يوم، ما لم طولة، معقول تقضيون على الطريق؟ أنت لازم تروح تجيبها لأمك ولو؟ عفواً عفواً، بعد إذنك، التليفون عملاً. قديمة؟ أهلين بنتي. أعطيني إياها. بنتي؟ هذا لشوف. دقيقة بنتي، دقيقة أمك بدها تحاكيكي شوي، خدي. يا روحي. لك يا حبيبتي أنت ليش ما حطيتي لي شاحن الموبايل بقلب الشنتاية؟ نعم. لشو لنفك الفاحص؟ شو بدك بهي القصة أنت؟ شو صار لك؟ ياسمين شو بدك بهي البيت؟ اسمعي بنتي افتحي على لون أنينة الغاز، افتحي على لون أنينة الغاز، سمعتي؟ ماما معلش تهدي شوي لو سمحتي. لا ما في شيء من هاد، بس بدي افحص الدارة اللي سويتها، وين لنفك الفاحص؟ لك ديما قديش غليظة أنت، كنت رح موت من الخوف عليكي. أنا مالي متعودة بعد عنك يا روحي. إيه بعرف وينه يا عمري، هو محطوط بالمشكة اللي فوق المجلة. ياسمين شو القصة؟ شو؟ يلي فيها شوك والسكاكين، لأنه حطيته بالجلاية لهداك لنفك الفحص. يا ربي شو معناته ليش غسلته؟ يا بنتي عم نحطه جوات البريز وكلياته غبرة. أنت هلأ تركينا منه، أكلتي منيح ماما؟ برافو عليكي منيح. يا روحي اسمعيني، اقفلي الباب وتأكدي منيح، ماشي يا عمري، ونامي بكيرها مشان ما يتنفخوا عيونك، ولا تنسي مو فوق باب غرفتك في هاي اللمبة الحمراء، اشعليها خليها شغالة مشان ما تخافي. ايه بنتي لا تاكلي هم فاتورة الكهرباء، ما لا أهم منك حبيبتي انت. خلص ماما فهمت فهمت. ايه طبعا هلأ رح خلص، بس نفك الفاحص ما بقدر لاقي، بدي افحص الدار ونام. صحيح قولي لي كيف صار يا ستي؟ ما اجوا لسه بيت عمك، لساتهم على الطريق. ايه نحن عم نستنى ستك لتجي ونشوفها. طلعي فيني اوعك بعدي عن موبايلك ماشي، خلي جنبك وين ما رحتيها، بتمدي ايدك وهوب هوب تمسكي فورا وبتردي على امك. حبيبتي لا تخافي، انا بلاقي شاحن وبحطه للجهاز. الله معك، يلا يا روحي يا عمري انت، يلا بشوفك عن قريب موفقة. شو الموضوع؟ مالك بالسيرة هلا، اتصل بسهرك رفيق وخليني احكي مع امك يلا. خلينا نستنى شوي بجوزي وصلوا. اذا هيك بلا ما ناكل، بنستناهم احسن ما ياكلوا لحالهم، ناكل كلنا سوا وبعدين بنروح على الاوتيل. لا لا حياتي بلاها، ما فينا نستنى حدا، اصلا من الصبح ما اكلت ولا لقمه. هاي اكتر غنية بحبها، انا كتير بحبها، كيف هيك صدفيت؟ هلا ريحتيني، كتير حلوة، انا كتير بحبها لهالغنية. خد احكي مرة تانية مع صهرك، بركي هلأ بيعلق. ياسمين اسمعي، رح أقلك شغلة بس بترجاكي ما تعصبي فورا ماشي؟ شو الموضوع؟ هلأ أهلي مو كانوا على الطريق؟ صاير شي وانت عم تخبي عني؟ أنا حسيت أنه صاير شي معه. لا 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 ما صار شي، هلأ هنن بعدهم واقفين بالطريق. ماتت بالطريق معقول؟ لا مو هيك القصة ياسمين، اهدي، بس أمي تعبت بالطريق وانجبروا يرجعوا، هلأ عم ترتاح بالبيت شوي، ما في داعي تقلق. إذا هيك قوم، نحن شو عم نعمل؟ ياسمين بلا قوم خلينا نروح. ياسمين ممكن تعدي شوي؟ خلص اهدي ما في شي مهم، هي عم ترتاح بالبيت ما تخافي، أمي ما فيها شي منيحة. أنت عم تضحك علي مو هيك؟ شو هالجنان هاد؟ متأكدة إنك عم تضحك علي؟ لأنه لما قلت لك ما رح تجي ديما ضحكتك وصلت لأدانك مزبوط؟ وحاطط لي شموع وعمل لي عشا ومدري شو. ياسمين لا وحاجز غرفتين جنب بعض، وهي الغراض اللي معك بالشنتاية؟ تو الله يلعنك شو حقير، أنت مفكر حالك بالشموع هاي رح تأثر علي؟ أعطيني المفاتيح من إيدك. مفاتيح شو كمان؟ هادون لهو مفاتيح السيارة. ولك شو بدك مفاتيح السيارة؟ هادون. بس دولاب السيارة نازل ياسمين. عم قلك هاتون لهون، عطيني اياهون. شو العمى ما اوسخك؟ استني دقيقة واسمعيني. لك استني، انا بعرف انه لو حضرتك كان جاي على بالك كنت جبت مصلح وصلحته فورا. لك يا حياتي انت جنيتي شي بهالوقت، وين بدي لاقي مصلح وساوي؟ بس الصبح وعد مني اول شغلة بدي صلحه ووصلك فورا. صباح لك. لا والله مو على كيفك، انا راح اطلب سيارة لهون. خلي ياسمين، ياسمين خلي نرمين كمان مو هون، انا شو بدي اعمل بحالي هلا؟ لك يا اخي انا لازم امن سياره فورا، عندي مريض، بس افهم علي شو عم اقول مشان الله. شو صار لك يا خانم؟ الله وكيلك صعب كتير تلاقي سياره بهالوقت، ما فيك تروحي غير بسيارتك الخاصه. لا لا انت ما عم تفهم، كانه عم اقول لك انه سيارتنا الخاصه دولابه نازل. شوف انت بس لاقي لي اي شيء باربع دواليب والله بطلع فيه وما راح احكي شيء. ياسمين
إذا بتريدي اهدي شوي ومثل ما وعدتك من الصبح بكير بدي أقوم وحللك هاي المشكلة. تمام اهدي. والله الأستاذ معه حق. خلاص يا أخي خلاص. شوف من هلأ عم قلك أنا من الساعة 6 رح أبلش فيقك إذا ما فقت حاملة حالي ونازلي فورا لهون. ماشي ياسمين مثل ما بدك مثل ما بدك. بسم الله الرحمن الرحيم. مرعوب ما لا تخاف ما رح قلت لك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا هنا صرصور صرصور. شو لقيته؟ لا والله ما لقيته بس رشيت دواء وبعد شوي بيموت. يا أخي أنا مو قلت لك دور عليه؟ ليش عم تتصرف من راسك وترش الدواء؟ بركي ما صار له شيء ورجع عام وأنا قاعدة لحالي جوا. طيب شو بدي أعمل؟ لا تقلي شو أعمل هي شغلتك. قلت لك أنا عندي عقدة من الحشرات لاقي لي غرفة تانية لأنه ما عندي غير هالحل. يا خانم ما في ولا غرفة فاضية بعتذر. عن جد أنا حابب ساعدك يا خانم بس ما بيطلع بإيدي بنوب. شو أعمل يعني أقعد هون مثلا؟ شو بيعرفني؟ لوين رايح؟ يا أستاذ لوين رايح؟ رجع بدي فوت لجوا. الله يخليك إذا بتريد. أنا بعرف إنه بدك تطلع لبرا بس خايف مني مشان الله اطلع. ليك أنا بوعدك إنه ما رح أأذيك بس أنت اطلع لبرا تمام مشان الله صدقني ما رح أأذيك. ليك رح أدلك لثلاثة وبتطلع ماشي. خلص ماشي حياتي. واحد اثنين. شو خايفة؟ ليش هيك عم تطلعي فيني ما تفوتي؟ شو قصدك ليش يعني بدي فوت لجوا؟ ليش انت من شوي ما قلتي بدك تعدي لثلاثة وانا لازم اطلع؟ عم قلك لألك عم بحكي مع الصرصور هالحكي. اي صرصور؟ طلع عندي صرصور كتير كبير بقلب الغرفة. يا الله كيف هيك نسيت انه انت بتخافي من الصراصير؟ طيب طيب انا رح الاقي الشغلة هلا. شكرا. لا تخافي. ايه تعالي لشوف الحقيني. تعالي لنشوف الصرصور المحظوظ وين بيكون متخبي وبقلك. هون هون شفته اخر مرة. تعالي. دقيت لقسم الاستعلامات وهن رشوا دواء بس طبعا اكيد هو عرف وهرب ما رح يستنى. مشان الله دور عليه منيح بكل الغرفه كنان. والله ما في لا صرصور ولا غيره. مو معقول ما لقيته. انا ما فيني ضل بهالغرفه ما رح اقدر نام. كيف بدي ضل هو جوا وخصوصي بعد ما عرف انه انا خليتهم يرشوا عليه دواء؟ لا لي طريقه انا مستحيل ضل هون. طيب ماشي إذا هيك تعالي نامي بغرفتي. مجنون أنت على أنه أساس بدي نام بغرفتك يا غبي؟ آه خلص أنا شو بقدر أعمل لك أكتر ياسمين؟ إذا مو عاجبك خلص خليكي نايمي هون بالممر أصلا هون أريح لك. يلا رح روح. يلا يلا روح. ليك أنا فايتة لعندك رتب غرفتك وضب أغراضك. ياسمين قرأت من إيدك لشو؟ هاتو ياسمين لو سمحت شو؟ هاتو عمل حالك شهم هيك؟ بكرة بتقول خافت من الصرصور وعطيتها تختي مشان تنام والله يعلم شو بدك تألف قصص. ياسمين لو سمحتي هاتي أحسن ما شقه. ما بدي هاتو. أنا ماني زلمة وسخ مثل ما أنك مفكرة. وبعدين أنا بحياتي ما سويت شي غصب عنك. إيه أصلا ما فيك تساوي شي غصب عني فهمت شو عم أقول؟ خلاص نام بس أوعك تقرب لهون. نام بالأرض أصلاً هداك مستواك وفعلاً أنت لازم تنام تحت. يلا لشوف. تصبحي على خير ياسمين. أنت من أهله. ياسمين شو نمتي؟ ياسمين؟ نامي نامي يا روحي. أنت أصلاً بس وقت تنامي بتسمعيني. بعرف انه انت ما بتثقي فيني. معك حق ياسمين. انا ما عرفت اتصرف معك. كنت مفكرك ما رح تتركيني. وفكرت ما رح تحبي غيري بحياتك كلها. طلعت غلطان؟ انا ما بدي اطلب منك ترجعي على حياتي بس ما بدي اياك تحرميني منك ومن بنتي لاني بحبكم. كنان خلص
بعرف انه فياتك ياسمين، انا اسف، بس صدقيني اللي بدي اقوله انه اكبر غلط بحياتي اني خسرت. كنان! كنان صرصور! لك وينه قولي؟ لك وحدك! لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.